صباح الخير على حضراتكم وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. It's one! Oh, what a goal! ودلوقتي خلونا نبدأ مع حضراتكم أخبارنا الرياضية من فوز منتخب مصر على المنتخب السنغالي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد القاهرة الدولي في ذهاب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022. سجل الهدف ساليو سيسي مدافع منتخب السنغال بالخطأ في مرمى فريقه خلال الدقيقة الرابعة، وتتحسم مباراة العودة في داكار يوم 29 مارس اللي جاي. ومن ناحية تانية، علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على المباراة، وقال إن المباراة كانت متوقعة إنها تكون صعبة، خصوصا إنها مباراة تأهل. ما كناش متوقعين خالص إن المباراة هتكون سهلة، الفريقين تبادلوا السيطرة، كنا الأفضل في الانتشار، نجحنا في التسجيل بالشوط الأول وكان لازم نتحمل الضغط. اليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال قال ان لاعيبه الفريق ما كانوش بالفاعليه الكافيه قدام منتخب مصر. كانت مباراه متوازنه، منتخب مصر نجح في استغلال الفرصه اللي اتيحت ليه، والسنغال لم تكن بالفاعليه الكامله، ولسه في مباراه عوده قدامنا وفرصه للتعويض. منتخب تونس خلاص بقى قريب من التأهل لنهائيات كأس العالم بعد ما حقق الفوز على منتخب المالي بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي اتلعبت على ملعب 26 مارس في مالي في ماتش الذهاب بدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. تعادل منتخب غانا مع المنتخب النيجيري بنتيجة 0-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب بابا يارا ضمن منافسات ذهاب دور المرحلة الحاسمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. هيتقابلوا المنتخبين في مباراة العودة يوم الثلاث اللي جاي على ملعب أبوجا في لقاء العودة. حقق منتخب الجزائر فوزه على المنتخب الكاميروني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب جابوما في ذهاب التصفيات النهائية الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. سجل إسلام سليماني مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي هدف منتخب الجزائر في الدقيقة 40 من زمن اللقاء من ضربة رأس قوية فشل فيها حارس الكاميرون في صدها. منتخب المغرب حقق تعادل مهم أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما امبارح على ملعب الشهداء بمدينة كانشاسا بالكونغو الديمقراطية في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. ويستضيف المغرب مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا بالمغرب. احتفل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال بتأهل منتخب بلاده لنهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 بعد الفوز على المنتخب التركي بنتيجة 3-1 في اللقاء اللي اتلعب أول امبارح. نشر رونالدو صورة لي مع لعيبة منتخب بلاده وعلق عليها: لقد تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو هدفنا العظيم نحو كأس العالم 2022. لم نفز بشيء ولم يتحقق شيء، علينا أن نواصل العمل بطريقة جادة ومركزة. خلصت أخبارنا الرياضية، نرجع مرة تانية للشاذلي ومنا لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكرك يا فاطمة.